الحلقات، بس انا بشوف ردود الافعال على السوشيال ميديا وبلاقي يعني انا مقتنع بحاجه مهمه، ان بدل في ردود افعال سواء ايجابيه او سواء سلبيه فهنا بيعمل في حلقه، يبقى في شوف يبقى في حاجه بالظبط. فانا كنت حابب بس اعرف الاول هي الفكره جت ازاي، يعني فكره ان احنا نعمل حاجه على مملكه الغجر ونخش على المنطقه دي ازاي، خاصه ان هي والناس الكبار في الميديا. جبنا الدكتور عمر عبد العزيز، جبنا الاستاذ موسى عفوده، الدكتور اشرف زكي، كان فاروق صبري، الناس الكبار اللي هم متحكمين او بيتكلموا عن الميديا. عملنا مبادره اسمها الفن المصري يحتضر، وكنا كلنا في حاله ياس. اصفرت المبادره دي عن ان احنا النقابات هتتحد وتعمل مسلسلات او تعمل شركات تنبسط منها ونبدا نشتغل ان احنا نعمل. اتعرض علينا في الوقت ده اكتر من 15 مسلسل. بدانا نقرا ونشوف، لقينا ان المسلسلات اللي جايه مش هي بتاعه الحدث، مش هي المطلوبه دلوقتي. اللي فيها سياسه، اللي فيها ارهاب، اللي فيها ما اعرفش داعش، حاجات لا يعني ما ينفعش تعمل دلوقتي. فلقينا ان مملكه الغبر او المسلسل حاله خاصه، يعني حاله يعني طول عمرنا متعودين مين هم الغبر، اللي بيبقوا تحت الدائري وتحت الكباري واللي بيمشوا بجمالي وما نعرفهمش. فلما قرينا في العالم بتاعهم لقينا ان العالم مختلف. قعد بقى الاستاذ عبد العزيز الحقيقه خالص دي في بدايه الموضوع، استلم الورق واشتغل عليه كويس قوي، اشتغل كويس قوي قوي، بقى في فتره تعديل تقريبا دخلت شهرين اتغير مسار الورق خالص. وبدانا بعد الشهرين بعد ما اشتغلنا على الورق بدانا بقى نكلم النجوم وبدانا نشوف هننتج المسلسل ازاي. كل منتجين مصر خافوا من كل منتجين مصر بلا استثناء خافوا من الورق. هو انتوا مين عشان ندخل في احتكار وفي بتاع؟ احنا اكتشفنا ان مفيش احتكار ولا حاجه، في كسل منتجين. والدليل احنا شركه جديده دخلنا. انا عايز اقول لحضرتك وبقول لك كل حته في الدنيا، احنا دخلنا ننتج المسلسل ده معانا 37,000 جنيه. رقم دخلنا ننتج مسلسل 37,000 جنيه ملمومين مننا احنا المجموعه 3-4. وبدانا اشتغلنا عليه وبدانا ربنا كرمنا وفتحنا كل التسويق. بدانا نشتغل على بس هو اتكلف اكتر من 37. بدأنا اشتغلنا على الممثلين، يعني أخص بالذكر طبعا ممثلين معينين، أولهم الأستاذ سامح. والله فعلا أنا بتكلم والله العظيم. لا هو على فكرة موضوع 37,000 جنيه ده مظبوط، احنا عملنا برزنتيشن وملخص للمسلسل مصور فعلا كلفنا 37,000 دي حقيقة. فقلنا ان البرزنتيشن ده احنا بنعمله، فبقول لك دايما الدور بيبان صعب وجايز انا مشكلة، بس انا اكتشفت ان هي مشكلة كبيرة عند كل المخرجين اللي هم على الاقل اصحابي اللي احنا بنرغي مع بعض بنتكلم، ان هم لما بيشوفوا شخصية على الورق ويرشحوا ليها ممثل، لو الممثل ده مش موجود او اعتذر قد ايه هم بيكونوا متأذين. واحنا في الجزئيه دي بتبقى عيال صغيره قوي، يعني في شخصيات في المسلسل من اول جمله وانا قلت مش هعملها غير ده، كان منهم الاستاذ سامع، وكان منهم الدكتور سناء شافع، وكان منهم الاستاذ حسن العبيد. الثلاث شخصيات دول بجد لو واحد منهم ما كانش عمل الشخصيه ده كان ممكن يحصل لي حاجه. تبقي شايفة ورق قدامك فمش قادرة تتخيلي أي ممثل تاني هيعمله غير الممثل. هاخد من حضرتك الكلام من نوري بقى، يعني ده شخصية من أقوى الشخصيات اللي كانت في المسلسل وفعلا عاملة ردود فعل حلوة قوي. فا وقلت لها عبد العزيز كمان قال إنه ما كانش ينفع حد يقدمها بس أنا حسيت شفت الشخصية دي إزاي وفعلا شفتها.